السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم وأعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركة. النهارده هذكر نفسي وإياكم بدورنا في رمضان اللي احنا المفروض نقوم بيه إن شاء الله. ما يكونش رمضان بالنسبة لنا شهر تمثيليات وماتش كورة، والنهارده هتلعب مانشستر سيتي وليستر عشان الدوري، وفي مصر الأهلي والزمالك إلى آخره. سبع أدوار هنتكلم عنهم النهاردة. أول حاجة العبادة، دي أدوار خاصة بي، العبادة دي خاصة بي أنا، الصوم والصلاة وقراءة القرآن والقيام والصدقات خاصة بي أنا، صومي وصلاتي وقيامي وقراءة القرآن. الدور الثاني العمل، ماذا نعمل؟ نعمل المتاح والمباح في رمضان، ويكون عملنا فيه جد وكسب واستثمار وعطاء، لا كسل وخمول، لا يتحجج المرء منا بقيام الليل، ولا يتحجج المرء منا بالصداع، ولا يتحجج المرء منا بالجوع او العطش او التعب الى اخره. الدور الثالث بالنسبه لنا هو الابتكار، لابد ان نكون مبتكرين في رمضان، لابد ان نكون مبدعين، قادرين على التخطيط، قادرين على وضع الحلول للمشاكل، وقادرين على مخاطرة المجتمعات في كافة الأماكن. وأصل الإبداع والتخطيط وحل المشاكل والابتكار هو مخالطة المجتمعات. بدون مخالطة المجتمعات وبدون معرفة حاجيات ومعاناة الناس لن نستطيع أن نبتكر ونبدع ونخطط ونحل المشاكل. الدور الرابع بالنسبة لنا التجديد. نحن أمة لا عيب علينا أن نكون أمة جامدة وتقليدية، ولا بد ان نصنع فكرا جديدا في رمضان، ونبني ثقافه جديده في رمضان، ونبني قيم واخلاقيات وعادات جديده في رمضان، لان رمضان بيعلمنا الصبر والمثابره والجلد والاستبار والتصابر. فالتجديد في فكرنا، وتجديد في ثقافتنا، وتجديد في قيمنا وفي اخلاقياتنا. رمضان ايضا اللي هو الدور الخامس بالنسبة لنا البناء، نبني ماذا؟ نبني المجتمع الذي نعيش فيه، نبني مؤسساته، نبني شخصيات الوطنية داخل مثل هذه المجتمعات، نبني الفرد، نبني الأسرة. ها؟ بإيه؟ كيف نبني مثل هذه البناءات داخل المجتمع؟ بالتراحم والمودة والإيه؟ والصلة. الدور السادس في رمضان اللي هو الجهاد، وأعظم وأقوى وأصعب جهاد هو جهاد النفس. أن أكون قادر على مقاومة نفسي، قادر على مقاومة شهواتي، قاوم على مقاومة رغباتي، قادم على عدم الكذب والجور والظلم والغيبة والنميمة والبهتان والاستكبار والتكبر والتأله والدعاء النبوة. كل هذه الأمراض أمراض النفس، لابد أن أجاهد هذه النفس في رمضان أقصى الجهاد. دي نمرة واحد. نمرة اثنين أن نجاهد في طلب العلم، لأن أصبح طلب العلم فريضة على كل مؤمن ومؤمنة، ليس فقط كل مسلم، كل مؤمن بالذات. طلب العلم والمعرفة، على الجهاد في الإرشاد والجهاد في الهداية، والجهاد في دعوة الناس للملك العلام والرحمن الرحيم بإذن الله سبحانه وتعالى. النقطة أو الدور السابع هو الصلة، وأول صلة نصلها هي صلة الرحم. من رحمها هي من الرحم من الرحمن، أو من الرحمة من رحم، أو من وصلها وصلني، ومن قطعها قطعت. وصلة من جافانا، وصلة من أعرض عنا، وصلة من قطعنا. فالسبع أدوار في رمضان هي العبادة والشخصية والعمل والابتكار والتجديد والبناء والجهاد والصلة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون رمضانكم سعيدا مقبولا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.